تنظيف الاوض تشيك، والحمامات تشيك، ترتيب الدواليب وغسيل السحور تشيك، تنميه النجف وتنفيض السجاجيد تشيك، والدليفري على السفر، والشباشب في رجلنا للمرة الأولى بنجاح صالح. مين صالح؟ فري صاحبك. أوكي، ده إنجاز والحمد لله. يا بابي مش كنت بعت لمعالج تيجي من أجازتها بدل الفرهدة اللي احنا فيها دي؟ أيوة يا بابي، أنا أول ما أعرف حد بيكح تراب. شفت؟ هو الحقيقة إن كح تراب أحسن من أمكم تجيب أجلي. يا أولاد احنا عاوزين نحسس ماما إن احنا بنقف جنبها ونساعدها. أمكوا اجري هلا. تعالي يا عبير خش. ايه ده؟ استني، مفتاح باين انه فتح شقة الجيران ولا ايه؟ شقة الجيران ايه؟ هي دي شقتكوا يا ست الكل وانا تايهة عنها؟ ايوه صح هي، بس هو ايه اللي حصل؟ طيب هفوتلك انا بقى الحاجة ينوت عشان انزل اشوف حالي. استني ايه؟ عبير انت هتمشي وتسيبيني انا لوحدي؟ مالك يا ست انشي كفلة الشر؟ في ايه؟ البيت زي الفل بيبرق وتهز هز. بسم الله الرحمن الرحيم، الولاد راحوا فين؟ مي سولي مي سولي يا ولاد. يا لهوي. سلامة يا ماما. اما انت جبتي حته جول وانا حتى كريستيانو رونالدو. ولد ايوه، نورتي بيتك يا ست الكل، نورتي بيتك. هتتغابى يا علي ولا ايه؟ هتتغابى يا علي؟ انت بتثبتني يا علي ولا ايه؟ انت عايز تموتني؟ انا عايزك يا حبيبتي تشوف القمر وهو بيعافر بين السحاب عشان ينور لك، وتسمعي زقزقه العصافير وهمس الشجر في قلب الليل، وصوت الصمت بيهادر كموج النيل في قلب الليل. لا 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 كده كتير. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا علي؟ في ايه اللي بيحصل؟ ممكن القمر يطلع الساعة 5 العصر ماشي، العيال نظيفة والبيت فلة يجوز، إنما علي الطيب يقلب علي الحجار؟ لا كده كتير. وبعدين كمان بتقولي حبيبتي، الكلمة دي حاسة إن بقى عليها تراب وعنكبوت من كتر عدم الاستخدام. أنت بتسبل يا علي؟ بتسبل؟ أنت بتخني يا علي؟ أنت بتخني يا علي صح؟ بخونك إيه بس يا حبيبتي؟ ايوه بتخني علي. انت قلت لي الراجل اللي يقول لمراته كلام حلو يبقى راجل شمال وبيعط، ده يبقى بيعبر عن عميق حب ومكنون احساسه. طبعا لازم يبقى مكنون. يلا يا حبيبتي يلا ناكل قبل ما الاكل يبرد يا روحي. لا استنى، انت قلت ايه؟ الحته بتاعت مكنون احساسه دي؟ الشمال بقى وكمل على طول. قلت ايه؟ يا روحي.